الفطيره الحادق اللي كانت معانا من شويه قدام حضراتكم طلعت هي. طبعا دي ما بتحطش عليها حاجه لان هي طبعا تبقى حادق، ممكن تحط جنبها خيار متقطع شرايح، ممكن تحط جنبها خس جرجير حسب الرغبه، والحلو طبعا بتزينيها بصوص فراوله او بصوص شوكولاته. مخرجنا عايز فطيره حلو بالسكر، انا بحبها بصراحه بالسكر، ويا سلام لو شويه حليب مغليين كده ينزلوا عليها. عرفتوا بقى الشيف بيحب الفطير ايه؟ بيحب الفطيره الحلوه اللي هي تتعمل بالسكر البودر، ولو في شويه حليب مغليين ينزلوا عليها بس، وساده يعني من الاخر. فطيره زي دي كده اهي تتورق كده، شفت الفطيره بتطلع معايا ازاي؟ كل ما تشديها كل ما تفرد معاك اهي زي الفل. ده فطير بيتي، عشان نتكلم صح الفطير المشلتت لازم يتعمل فرن. شفتي لمه العجينه، ناخد واحده كمان نحطها في قلبيها عشان يقولك الفطير مورق. ونقفلها كده. فطيره بالسكر دي لطيفه وحلوه زي ما هي كده. الطاسه بتاعتنا زي الفل، تحطي فيها كده ايه معلقه سمنه ومعلقه زيت ونحطها في قلب الطاسه. اللهم صل على النبي. يلا يلا اهي حلو بس، وسيبيها في النار برضو. تعالي غطيها كده بغطاء لطيف وجميل اهو زي الفل. الطريقه دي حلوه اهو، تعملي عمليه احتباس للبخار اللي طالع، تقوم العجينه تعرق تقوم تستوي معاك بسرعه. دي واحده مثلا، نعمل واحده كمان مع بعض كده حادق، بس جاي على بالي اعملها بالايه؟ بالجبنه، جبنه شيدر مع جبنه موزاريلا تبقى حلوه. جربيها. وهنعمل واحده دلوقتي كمان مقليه في الزيت في الطاسه، يعني تجيبي طاسه فيها زيت كانك هتحمري بطاطس وتقلي الايه الفطيره دي، حاجه جديده يعني. معانا جبنه رومي، معانا شويه زيتون في قلب الجبنه، انا بحبهم كده اخضر واسمر زي ده كده، ومعانا جبنه موزاريلا كمان اهي حلو قوي. ونقفلها يا عم الشيف بالشكل ده كده، وندوس عليها كده. دي اللي ايه اللي فيها الحشو. ونجي قافلينها كده. شوف المطه دي، هو دي المطه دي، هي دي المطه دي، هي دي ونفس القصه. بعد ما بتقفلها كده حلوه، خدت الشكل في قلب الطاسه، وتسيبيها على نار هاديه وتغطيها برضو بغطا كده زي الفل. تمام فين اهو تمام، بتغطي الفطير ليه يا عم الشيف طالما بتعمليه على ايد البوتاجاز؟ طب يا شاطر اعمل لنا واحده في الفرن. حاضر يا فندم، نعمل واحده. بص على الفطيره دي كده، بص على الحلاوه اهي، ايه الجمال ده يا عم اهي اهي اهي، لسه بتستوي على راحتها اهي، تفاصيلها معانا اهو. نغطي كده ونسيبها تكمل سواها. تعالوا مع بعض نعمل فطيره مقليه في الزيت، انا معانا الزيت بيسخن اهو. الفطيره المقليه في الزيت بالشكل ده كده، تبقى العجينه بتاعته ايه؟ اهي طبقتين اسحبها كده اللي هو البوريك. ما هو الفطير ده له كذا اسم، بوريك، الملتوت، ده المسمى القديم بتاعه. ده عايزينها بالايه؟ بالحادق بالسجق. نعم، وادي زيتون الله، وشويه جبنه مع شويه فلفل، ونحط شويه نافع بالسوسيز اهو، وادي شويه الجبنه في قلبيها زي الفل. ونقفل العجينه دي بقى بشكل ايه؟ مثلث كده بالشكل ده كده اهو حلو. اخبار الزيت ايه؟ اللهم صل على النبي. تعالوا نقلها في الزيت مع بعض. نحط كده، نشيل القلايه بتاعتنا فطيره مقليه في الزيت. الله عليك يا عم الشيف اهي زي ما هي كده اهو. العجينه ما تاخدش خميره، نحطها هنا كده وتنزل في الزيت بالراحه. بص ازاي فطير مشلتت في قلب الزيت، سيبيها في الزيت اتفرجي عليها دلوقتي. نشوف الفطيره بتاعتنا دي كده ايه الاخبار. اللهم صل على النبي. فطيره بالسكر هنعملها مع بعض دلوقتي. هقول لك على طريقه حلوه كده عشان الفطيره دي تسوي معاك بسرعه. مخرجنا عايز يشوفها. بنجيب طبق زي ده كده،
ونحط هنا كده. الطبق ده كبير شويه اهو، نضغط عليها كده اهو، تقوم تاخد البصمه بسرعه يعني، تطلع معاك كانك بتعملها على الجريلا. انا بوفر لك طرق سهله وبسيطه في انك تعملي حاجه انت نفسك فيها في البيت، مش لازم تشتريها من بره. حتى الزيت عندي ما رحمتوش من الفطير المشلتت، فقلب الزيت بيتحمر اهو. جيب لي الفطير اللي بيتحمر في الزيت كده، جميل وزي الفل اهو. الفطيره طلعت معايا زي الفل، اللهم صل على النبي. اهي شفت اللون ده كده، ونسيبها على النار تاخد وقتها. حلو قوي. طيب معانا نعمل واحده ايه؟ نعمل واحده بالجبنه القريش، نعمل واحده بالجبنه القريش. ادي فطيره زي الفل. انت بقى جيبي ايه زي كده، خليكي جيبي شويه سجق قطعيهم، شويه فلفل رومي، شويه طماطم، ونادي لاولادك يقفوا معاك في المطبخ، جوزك كلميه في التليفون وافتح السبيكر، يا حبيب قلبي يا روحي انا بعمل لك فطير مشلتت النهارده قول لي عشان ما تاكلوش من بره. انا وتفتح عايز بايه؟ انا قدامي كذا وكذا، وكانه واقف في المحل. الراجل طبعا مش هترجع ايده فاضيه، ب 2 كيلو موز، 2 كيلو فاكهه، 2 كيلو برتقال، وتبقى الحياه حلوه. شفت الفطيره في قلب الزيت اهي، طلعت الحشوه؟ لا. فكت؟ لا. ما تقلبهاش، يا سيبيها كده لوحدها بتقوم على الزيت زي المركب. من وقت للتاني هتلاقي نفخت، شفت عامله ازاي زي البقلاوه في قلب الزيت اهي. سيبيها وتاخد راحتها. نشوف اخبار الدنيا هنا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ اهي. دي لسه عايزه شويه على نار هاديه، الفطيره اهي. ده فطيره انا هاكلها بالسكر والحليب. حلو معانا؟ الحمد لله. نغلي شويه حليب. انا بحب الفطيره دي بعد ما بتستوي وتبقى مقرمشه كده ولها صوت، نقوم مقطعينها في الطبق يا عم الشيف، وحاطط عليها شويه حليب وشويه زبيب، وبالف هنا وشفا. ادي طاسه اهي، واغلي شويه حليب كده. دي فطرت بصراحه يعني، حتى لما بروح محل فطير ويعزموني طبعا ما بدفعش فلوس، بيتصوروا معايا وشكرا، هي دي الفاتوره. اخد ايه يا عم الشيف؟ فطيره بالسكر والحليب. والحليب يكون مغلي. زي الفل. طيب دي هنعملها بايه يا عم الشيف؟ عايزين نعملها فطيره بالجبنه القريش. ادي الجبنه القريش معانا، انا بحب الجبنه القريش في الفطير. باخد حته زي دي كده، بس انا اعمل حاجه حلوه دلوقتي. جبنه القريش بتاخد ايه؟ شويه فلفل اخضر رومي، وادعمها بقى بالكالسيوم. بيه يا عم الشيف؟ بيضه. باخد البيضه دي كده، ركزي بقى عشان الموضوع ده هنا مهم، واخد البيضه دي اكسرها كده، اللهم صل على النبي، واحط عليها شويه بهارات من البابريكا، من الكمون، من الفلفل، شويه الزعتر، واقلبهم بشوكة. اخبار الفطيره دي ايه؟ في قلب الزيت اهي. بص عليها كده، بص على الحلاوه، بص على الجمال، بص على الحلاوه اهي اهي اهي. يا سلام، دي لما تطلع من النار تاخد شويه ايه؟ عينيه. ادي البيضه، دي فطيره خاصه، حاجه كده يعني مخصوص. حطها على وش الخلطه كده. اخواننا في الخليج ياكلوه كده زي البوريك. تحط معاه بيض، تحط معاه كرات مصري زي ما احنا عايزين. نقفلها، يلا مع السلامه. فطيره سهله خالص. دي هتستوي فين يا عم الشيف؟ ممكن ندخلها الفرن؟ ندخلها الفرن زي ما انت عايزه، صينيه وندخلها الفرن اهي. اللهم صل على النبي. شويه زيت صغيرين، ونحط الفطيره هنا كده، وفي قلب الفرن في درجه حراره 180. حلو الكلام. ادي فطيره كمان في الفرن، اللي عايز ياكل فطير في الفرن. تتحط فوق ولا تحت؟ دي مخرجنا قول لي، تحط فوق ولا تحت؟ هو ده اهي كمان. نقفل الفرن، يلا اهي. فطير برضو حادق في قلب الفرن. اللي عندها فرن زي ده كده وفرن ايه؟ غاز. نشوف الفطيره بتاعتنا اللي بالسكر اخبارها ايه؟ هي دي. والفطيره اللي في الزيت اخبارها ايه؟ استوت. هو ده اهو. يلا عشان نغرف الفطير ده كده. النهارده حفله فطير مشلتت. النهارده المطبخ من الريف المصري والصعيد المصري، اللي وجه له تحيه كبيره من على الكورنيش، من هنا من مزبيرو. مهم جدا على فكره، عايز اخد الفطيره الحلوه دي كده يا عم الشيف. الله اهي، وبالسكينه بتاعتنا نقطعها ونحط عليها يا عم الشيف شويه حليب وشويه شربات حسب الرغبه. سكينه كده زي الفل. الله اهي، نحط ده كده على ده. سخنه، خلي بالك اهو. الله، ونحط الفطير في قلب كده. ايه السرعه دي يا باشا؟ شويه سكر بودر عليها،
الفطيره دي انا بموت فيها، السكر بودر عليها ده كده وشويه قرفه. خدي دي مني بقى حتتين فراوله حلوين كده، وعملنا فطيره حلوه سهله في اقل من ايه دقيقه. حلو قوي، شويه حليب مغلي عليها زي الفل يا عم الشيف. ده الحليب، ده برضو الحليب ده اختياري. الله، ايه الحلاوه دي. زي الفته كده. بس خلاص ارفع ايدك، هو ده. دي فطيره برضو حلوه انا بحبها، دي فطيره المغازي. نحطها فين هنا؟ جنب الجبنه القريش. اطلع بالمقلي، هو ده فطير مشلتت مقلي. تعالوا نشوفها مع بعض اخبارها ايه. تعالي يا حلوه، اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه دي كده، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. هي دي. في طبق تقديم كمان بالمره، كذا نوع فطير مع بعض. نقطعها ازاي؟ بص الصوت، اسمع الصوت ده كده. الله، اسمع الصوت ده كده. الله. دي الفطيره دي حلوه انا بحبها. بس هي مش صحيه قوي على فكره يعني. شفتوا بص التفاصيل، بالله عليك يا اخي ما تحرمنيش من الشكل الحلو ده، بالله عليك ما تحرمنيش من اللون الحلو ده، ما تحرمنيش من التفاصيل الصغيره، معنى كبير وطعم جديد. فطيره مقليه. دي عايزه ايه يا عم الشيف؟ دي بالحادي دي هي مش عايزه حاجه بصراحه، عايزه شويه خيار بخلل جنبيها، شويه خيار اخضر، شويه خس، شويه جرجير، عودين جرجير حلوين. زي الفل. وفطيره جميله زي الفل، حمرناها في قلب الزيت للتقديم، جرجير زي الفل، شويه طماطم جنبيها. هو ده بعلمك ازاي اهو. ايه الطبق الحلو ده؟ روح الكليه بره، ده كده هتدفعي فيه فلوس قد كده. ايه اخبار الفطيره الثانيه؟ هي دي زي الفل. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. طبق سلطه الجبنه القريش مع المغازي بالتاكيد له طعم تاني، مع فطيره مشلتت حلوه كده من الريف المصري انا ما اعرفش اعملها بصراحه زي امهاتنا. اكل امهاتنا مهما لو مسكت النجفه مش هوصل للطعم بتاع امهاتنا، ودي طبيعه بشريه فينا، اكل امنا لا يعلى عليه. بقى لكن انا بجتهد ان انا اعمل حاجه بيتوتي لطيفه حلوه. ما انصحكيش، علل ولماذا عشان الفطيره الحلوه بتاعتنا دي تطلع. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. فطيره حلوه زي الفل، هنطلعها مع بعض ونقطعها. اللهم صل على النبي. دي حادي مش حلو يا غالي. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. العب العب. هو ده حلو الكلام. نشيل ده كده. الله على الفطيره دي، الله على الفطيره دي. ويلا يا عم الشيف، انا عايزك تسمع صوت السكينه وانا شغال ومش هتكلم خالص. اسمعك الصوت ده هيخليك تقوم من على العدسه. تاني كمان، سمعني 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 الصوت اللي بيشجيني ده. شفت الجبنه سايحه ازاي؟ هو ده خلاص. ويا البلانش بشيلها، هي دي مكانها. شويه طماطم جنبيها. فطيره حلوه. هتقول لي بقى يا شيف مغازله، وانت هتاكل هتاكل الفطير اللي قليته ولا اللي عملته في الطاسه ولا اللي عملته في الفرن؟ ثلاث انواع من الفطير، طاسه وجبنه الخلاصه، الزيت وحمرناه في الزيت في قلب الفرن، هتاكل ايهما يا عم الشيف؟ هو ده الكلام الكبير. هاكلهم الثلاثه في الفرن. الفرن مرمش انا عارف. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال؟ جنبها شويه طماطم. هي حادي خلي بالك دي. ممكن تحط رمان، دلعيها بقى. معانا ايه كمان؟ فلفل، نحط فلفل. ولا حاجه. انا بس بعلمك تفاصيل صغيره كده تقدري تعملي سفره جميله وتتصلي باولادك وبجوزك وبحماتك وبماما. انا عامله النهارده حفله فطير مشلتت، والفطير المشلتت بياخدنا للريف المصري والصعيد المصري على طول، مفيش كلام. ده اللي بيروح زياره للريف المصري والصعيد المصري بيرجع بفطير مشلتت وسمنه بلدي، احلى هديه. خلص الكلام. فطيره بقت لوحه فنيه، الواحد يتصور معاها سيلفي. والله حلو الكلام. تمام، الفواكه بتاعتنا زي الفل.